لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من 31 نقطة، وبالتالي الوداد تسعى لتوسيع الفارق بينها وبين أقرب مطارد. هنا نتحدث عن فريق الرجاء الريادي، وبطبيعة الحال مباراة اليوم تشكل لفريق الوداد فرصة من أجل كسب ثلاث نقاط. هذه المباراة رحيم في اتجاه بينيشو، بينيشو كيبحث عن التوغل، تعود الآن مرة أخرى، مراوغة ممتازة، ضغط كبير، ضغط كبير فريق الوداد الرياضي من خلال هذه المحاولة. ضربة رأسية لم تذهب بعيدا خلال هذه اللحظات من خلال هذا الهجوم الذي قاده فريق الوداد الرياضي مع بداية هذه اللحظات. الأس والأشقاء المصريين مرحب بهم في بلدهم الثاني المغرب. محاولة كانت خطيرة، محاولة كانت خطيرة، هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي ضربة مرمى. سنتابع هذه الإعادة، هذا المحاولة، تمريرة كانت ممتازة، ضربة رأسية وكأس العرش، تعود لها مرة أخرى، خطيرة هذه المحاولة، خطيرة هذه المحاولة، وكان قريب فريق أولمبيك فريبكا من الضغط والتأثير، كان قريب فريق أولمبيك لا لاعبيه، لأنه هذا عربون نقدمه للوداد من أجل أجل منطقة بركان فقط، أو منطقة الشرقية، بل مثلت كرة القدم المغربية وصورة المغرب على الخارج على المستوى الإفريقي. عدنا باتجاه بنزا، لكن كانت هناك تغطية من العقدي. مباراة ما غاديش تكون سهلة، مباراة الثنائية ما بين الطرفين. عليا في اتجاه لاعب بنزا، ولكن بعيدة وبالتالي صعيب ان هذه الكرة تسجل من هذا المكان. كانت هناك تمريرة من اللاعب عطية الله يحيى، لكن لم تكن امام اللاعب رحيم. استرجع اللاعب محمد وليد باش الفريق يسترجع لبيته جيد، وذلك التمريرة ما كانتش مضبوطة. وعليا خروج تكناوتي، تعود الان مرة اخرى لبديع مرة المعتني، مرة في العمق، دائما ضغط خلال هذه اللحظات. وفريق أولمبيك خريبكا يضغط كما قلت، بأنه كاين تعليمات من فريق أو من طاقم التقنيات. نتابع ضربة رأسية، تحدثت عليه بأنه ضغط يخلفه، هذه كانت محاولة، الضغط العالي يخلف مساحات، وهو الذي تحدث عليه قبل لحظات، وبالتالي الإجابة ما تأخرت وكانت سريعة من خلال هذا الهجمة المضادة. لأن كما قلت بأنه طريقة باش لعب فريق بنزا، ولكن ما كانش عنده الرؤية التاقمة، وما كانش عنده كذلك التايمين في التفكير ديالو، وكذلك الحساب ما كانش دقيق، وبالتالي كان المفروض أنه المناورة الهجومية الكثيرة. بديع أوك، هذه الثنائية اللي تحدثت عليها بنزا، فرصة هدف تضيع لفريق الوداد الرياضي. بديع أوك يتمكن من المراوغة، وكان سقوط محمد وليد بن شريفة من خلال هذه المراوغة. سنتابع، لم تدخل الشباك، نتابع هذا الركن، كان تدخل فرني، وبديع أوك رفع الكرة، الضربة الرأسية كانت ارتطمت في الشباك الخلفية، وبالتالي حركة بديع أوك يتلقى دعم كبير من وليد الركراكي. محاولة، احكي بانه تصريحات وليد الركراكي لبديع أوك، لانه مر من مرحلة فراغ رهيبة مع فريق الوداد. هذه كما قلت تصريحات وليد الركراكي، كانت هي تصريحات مباشرة لبديع أوك، وعلى رأسهم بديع أوك في لائحة انتقالات. لكن الوداد كنا نعرف قصة عدم توقيع انتدابات بطبيعة الحال، فرضت على فريق الوداد التعامل مع هذه التركيبة البشرية، وهذه ما يطلق عليها رب ضارة نافعة. وقلت بأن مباراة تبقى مهمة،
وليد رجريج كان لي حديث معه قبل المباراة وقال بأن هذه المباراة تشكل بطبيعة الحال مفتاح مسار المشوار صالحه، وبالتالي ترجح وترجح كفته. بالتالي لا نادرا فريق قابل يبحث عن التهيئة تسديده، ولكن قرار ما كانش صحيح ديال حسام أمعنان اللي تسرع في هذا التسديده، لأنه مثل لاعب لما كتكون عنده الكرة ممتازة. رحيم محمد شنو غادي يمرر هذه المحاولة، ولكن كانت هناك تغطية جيدة لجلال طشطاش بادي أوك لمحمد رحيم. الحكم كيعتبر الحكم المساعد، ما عرفتش انا علاش لاعب محمد رحيم غادي يدخل في مناسبات مع الحكم المساعد الاول. صعود كل لاعبي فريق اولمبيك خريجا، التسديده كانت ممتازه ولكن كان تصدي جيد للحارس محمد فني. يبعد الكرة إلى الركنية، تبع هي كانت اتجاه مضادة لفريق أولمبيك فريقة، ولكن بعيد على لاعب كبير سيمون، وبالتالي تمشي إلى التماس. إذن خمسة دقائق على نهاية هذه، نتيجة منطقية الأداء المقدم من طرفين. هذه النتيجة هي اللي كتعطي الملامح من المباريات اللي كيستقبلها في الميدان ديالها، وبالتالي الاستقبال في الميدان بالنسبة لفريق الوداد من هذا الجولة من المفروض ليحيى صبران. زكريا العيود الإبعاد إلى الناجحين، ما غنقولش في الوصول او في تهديد مرمى تاكنوت لحد الان ما كاينش تهديد تحقق من الطرفين بهذوك الهجمات الخطيره، ولكن على العموم لما فريق كيشيل خارج الديار وكيلعب في مركب البحث. الان عند توغل للجعدي، اوه الجعدي كان ينتظر الفرصه، غاب وصام عن التسجيل والتهديد. كان علينا ان نتابع هذه محاولة خطيرة، أوه على سيناريو لاعب سومو يسجل في أول لمسة، ويسجل لاعب سومو خاد الهدف الأول لصالح فريق الوداد الرياضي. هدف لاعب سومو جاء في حدود الدقيقة 55، وجاءت ردة فعل فريق الوداد الرياضي سريعة خلال هذه الجولة.